فيديو الرد على الأسئلة. أجلت الفيديو ده كتير، النهاردة هنرد على الأسئلة اللي بتجيلي في التيك توك من الناس. تمام، لو حابب تدعم قناة الكوميكس هبدأ فيها إن شاء الله أول ما توصل لألف، فاللينك في الديسكريبشن. وأول حاجة أعرفكم بنفسي، أنا اسمي عبد الرحمن، برشح أفلام وبراجع أفلام وبحكي قصص للكوميكس. لو بتحب المحتوى ده ياريت تدعمني بلايك لأن ده بيساعد جدا، وتعمل سبسكرايب للقناة وتدعمني تحت برضو لقناة الكوميكس أو فوق هنا. يلا بينا نبدأ. قبل ما ابدأ كده عايز اقول لكم ان انا عامل تحدي لنفسي ان انا ان شاء الله هوصل في القناة هنا لعشر تلاف سبسكرايبر بعد شهر ان شاء الله او شهر ونص اخري، فانتوا دعموني يا جدعان كده ووصلوني لده لان انا ده حلمي بجد، ولغاية دلوقتي يعني احنا مع بعض ومكملين باذن الله تعالى. اول سؤال بيجيلي هو مش سؤال قوي بس حاجة كده مفروض نجاوب عليها. واحد بيقول لي ايوه كده بالله عليك هات لنا افلام جديده وحلقات جديده وفكك من الافلام القديمه. يا جدعان انا لما برشح فيلم او براجع فيلم مش لازم يكون جديد، اهم حاجه يكون حلو. مش هتفرق معاك اتعمل سنه كام، يعني ممكن اديك فيلم اتعمل سنه 2020 ووحش، وممكن اديك فيلم اتعمل سنه 2005 مثلا وحلو جدا وانت ما شفتوش، فانت اللي احسن لك تتفرج على افلام حلوه اكتر ما تكون جديده. تاني سؤال بيقول لي هو ايه احسن فيلم سعودي شفته؟ انا ما اتفرجتش على افلام سعوديه كتير ومستني اتفرج لسه على شمس المعارف، بس احسن فيلم سعودي انا شفته فيلم بلال وفيلم ظلال الموت، فيلمين حلوين جدا. تالت سؤال زيرو تو بيقول لي نزل الطاغيه سوبرمان. انا خلصت الطاغيه يا جدعان، الطاغيه كده خلصت، وعشان اكون منصف في ليها جزء تاني، بس الجزء التاني مش مهم قوي، يعني احنا نقدر نكتفي بالاحداث لغايه ما خلصنا، وان سوبرمان خلاص اتهزم واتسجن وباتمان في طريقه انه يحرر العالم. بس تتوقع امتى هينزل الموسم السابع من فلاش؟ الموسم السابع من فلاش يا معلم هينزل في شهر مارس 2021، يعني كمان شهرين بالظبط، غير انه اتجدد كمان لخمس مواسم تانية، يعني الموسم السابع مش هيكون الاخير، انت هتشوف الثامن والتاسع والعاشر والحداشر والاثناشر كمان. من اكتر الحاجات المستفزة اللي بتجيلي لما واحد بيقول لي ايه اسم الفيلم تحت كل فيديو بنزله، رغم ان انا كاتب اسم الفيلم في الفيديو نفسه وكاتبه في الديسكريبشن والناس بتكتبه في الكومنتات، فالاسم الفيلم ظاهر قدامك حرفيا بتاع خمس ست مرات، فياريت ما تقوليش ايه اسم الفيلم. واحد بيقول لي رشح لي افلام هاي سكول، وعلى فكره السؤال ده اتسال لي كتير قوي، افلام الهاي سكول، افلام المدرسيه، افلام اللي فيها شباب، بس ممكن ارشح لك افلام حلوه زي 5 فيت ابارت، مين جيرلز، سوبر باد، الكشن، ايزي اي، ستاتس ابديت 17 اجين. انا اتمنى اصلا بنت تكلمني في حياتي يا اسطى، انا بتاع افلام يا اسطى مش خطبه يا اسطى، مش هعرفك على بنات هنا، فنشيل الكومنت ده ونخش في اللي بعده. واحد بيسألني سؤال حلو بيقول لي هو ايه هي الكوميديا الغامضة واعمل ترشيحات ليها. هي مش اسمها كوميديا غامضة قوي، على حسب ما فهمت انت قصدك تقول الكوميديا السوداء او دارك هيومر او بلاك كوميدي. دي كوميديا بتتكلم عن حاجات يعني لو اتكلمنا عنها هتضايق ناس كتير، يعني انا مثلا ممكن اتريق مثلا استغفر الله على دينك، على شكلك، على جنسك، على نوعك، هي دي الكوميديا البلاك كوميدي. زي ما تقول كده الكوميديا دي شبيهه بكلمه هم يضحك ولا هم يبكي، يعني هي بتتريق على الحاجات الحزينه والمشكلات المجتمعيه والقضايا المهمه في حياه البشر، وبيقولوها في نطاق ساخر كده وبموقف ظريف وكوميدي تضحك عليه، رغم ان انت لو قلت الحقيقه هتحزن قوي. البلاك هيومر دايما بتتكلم عن مواضيع صعبه قوي، مواضيع عنصريه وتحيزيه جامد. السؤال ده حلو الصراحه، بيقول لي انا عايز افلام زي ليميتليس بتشتغل على الذاكره. في افلام كتير قوي زي ليميتليس، زي لوسي، ترانسندنس، سيلفلس، ايترنال سانشاين اوف سبوتلت مايند، توتال ريكول. ممكن تقول لنا امتى هينزل جون ويك شابتر 4 الجزء الرابع من جون ويك؟ جون ويك شابتر 4 هينزل يوم 27 مايو 2022، يعني كمان سنه وثلاث شهور، فانسى الفيلم ده دلوقتي خالص. ده غير انهم اساسا بيعملوا في جون ويك شابتر 5، يعني هيصوروا 4 ووراه 5 عشان ده هينزل في 2022 وده هينزل بعده على طول في 2023. عايز افلام دمويه وقتل والكلام ده كله. في حاجه الناس فاهمها غلط، افلام الرعب مش بتعتمد على الدم والعنف بس، في حاجه اسمها افلام الجامب سكير، افلام الصدمه، افلام التخويف، في افلام بتعتمد على القصه والحبكه ومشاعر الممثلين، مش لازم يكون له في تقطيع والكلام ده كله دم بس عشان تبقى فيلم رعب. في افلام رعب حلوه قوي مش لازم يكون فيها دم، زي ايت وين سودس وشابتر وكونجرينج والافلام دي كلها. وعلى الرغم ان انا ما بحبش الافلام اللي انت بتقول عليها اللي فيها دم وعنف كتير قوي، فانا هجيب لك افلام زي اللي انت عايزها، زي اللي انت بتطلبها. اول فيلم 1922، تاني فيلم اولد بوي، تالت فيلم اي سو ذا ديفل، رابع فيلم كاندي مان، خامس فيلم ذا ديفل اول ذا تايم، سادس وسابع فيلم بيرج وامريكان سايكو. طبعا اهم سلسله اللي فيها النوع اللي انت بتحبه قوي ده سلسله سو، افلام سو. هيعملوا موسم خامس من
في مسلسل The Last Man on Earth ولا لا؟ لا مش هيعملوا موسم خامس، مش هيعملوا موسم خامس، والمسلسل اتكنسل بسبب ان هو الميزانية بتاعته كانت ضعيفة جدا وعدد المشاهدين ليه قليل ومحدش يعرفه تقريبا. رأيك في سلسلة ستار وورلد؟ وده اخر سؤال هنختم بيه ان شاء الله. سلسلة ستار وورلد سلسلة عظيمة جدا جدا جدا، اول 3 اجزاء حلوين قوي، تاني 3 اجزاء حلو، اخر 3 اجزاء اللي عملوهم من 3 4 سنين وحشين جدا. فاللي عايز يتفرج يتفرج على الاجزاء اللي اتعملت في السبعينات والتسعينات بس. وكده تنتهي حلقتنا النهارده، بشكرك جدا على الدعم، وعايزين يعني ان شاء الله التحدي اللي انا عملته ده تبقى معايا فيه، وبيس.